اهلا وسهلا متتبعي كويزين سارة ديزاد. نقول لكم قبل ما نبداو الفيديو، نصلوا على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اليوم جيتكم بواحد الوصفه على بالي راح تدعو لي بالخير، اللي هي الطحينه. الطحينه عندها بزاف فوائد، منهم نخدموا بها الشاميه اللي هي حلوه الترك، نستعملوها للعلاج كيما السعله، كيما اللي مريض بصدره. دوك نمد لكم كامل الطرق والاستعمالات اللي نستعملوها. نجوزو مباشرة على بركة الله للمقادير. واش عندي المقادير؟ عندي هنا جلجلان، أي السمسم، هذا هو الجلجلان، ولا السمسم جيبوه بيض هكذا، ما تشروهش محمص. عندنا كاس جلجلان، عندنا هنا زوج مغارف فارينة، أي الطحين الأبيض، زوج مغارف تاع الفارينة، وعندنا ثلاثة مغارف زيت سونغو، الزيت العادي أي زيت المائدة. دوك نجوزو مباشرة على بركة الله لطريقة التحضير. هنا اول حاجه البنات جبتها، درت مقله فوق النار، حطيت فيها الكاس تاع الجلجلان او الكاس تاع السمسم، وراني نحمص فيها هنا مع الاستمرار في الخلط، يعني ما نحبسوش التخلط باش نتحصلوا على نتيجه مليحه. نعرفوا باللي الجلجلان لو كان تغفلوا عليه البنات راح بالخف ياخذ لاكولور وتدوا هذاك اللون اللي ماكمش حابينه، وحنا رانا حابين نتحصلوا على اللون الذهبي. دوك تشوفوا يعني النتيجه اللي لازم نتحصلوا عليها. هنا نذكر لكم بعض الفوائد تاع الطحينه. اول حاجه نستعملوها بزاف للسعله اللي صدرهم يعني مريض، ولا كيفاش نديروا الطريقه. ناخذوا زوج ملاعق ولا ثلاثه تاع الطحينه، نديروا معاهم مغرف تاع السل الحر ونص حبه قارص، نعصروهم نخلطوهم بيان، نغطوهم بفيلم اليمونتير ولا نديروهم في باطه محكمه الغلق، وكل يوم الصباح ولا في الليل يعني تمدوهم للانسان اللي يكون عنده صدر مريض ولا عنده السعله. راح بالخف تشوفوا النتيجه تاع الطحينه هذه كيفاش بالسعله تحبس، الصدر يتنقى. هذه الوصفه تستعمل للكبار والصغار، يعني سورتو من 6 سنين وطلع، من 5 سنين وطلع، باسكو نعرفوا بلي هذه المواد ما فيهم حتى ماده حافظه ولا ماده خطيره. اللي عنده مرض السكري ما يديرش عسل الحر، يستغنى عليه ويدير زيت الزيتون، يعني يدير كميه من الطحينه، قيس 3 مغارف 4 طحينه، يدير مغرف زيت الزيتون ويدير القارص، يخلطهم بيان، وكيما في الاول ياكل سوا الصباح على الفراغ ولا في الليل قبل ما يرقد، ولكن كي تاكلوها ما تشربوش موراها الماء على الاقل نص ساعه، يعني باش تاخذ المفعول ديالها. النتيجه تاعها مجربه باسكو نستعملها بزاف في الدار. انا في الوقت تاع كورونا البنات يعني كانت يما مريضه، هي اللي مرضت الاولى بكورونا، حكمها صدرها، والله العظيم صدقوني يا البنات ما حبتش ما تروح للطبيب هكذا. تعرفوا النساء الكبارات ما لا غالب كي تقول لك لا 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 لا، والله يا البنات غير داويتها بهادي على السعله وعلى صدرها، صدرها رطب، هذيك السعله اللي كانت شغل تحكمها كي شغل تاع كيما نقولوا حنا تاع السردوك، هذيك الناشفه، والله يا البنات غير ما شاء الله تبارك الرحمن. جربوها ودعوا لي، قلت لكم على ضمانتي يعني هاد الوصفه. تحبوا تزيدوا معاها كي ديروا الطحينه وزيت زيتون ولا عسل الحر والقارص، تحبوا تزيدوا الترحيو فيها شويه زعتر تاني بزاف بزاف مليحه، ولكن قلت لكم كي تاكلوها ما تشربوش موراها الماء. هذه هي لاستيس اللي نمدها لكم، يعني هذه هي النصيحه ولا الكونساي اللي نمدها لكم، جربوها ودعوا لي. هنا البنات بعد ما حمصت الجلجلان، مع قلت لكم الطريقه تاع كيفاش تعالجوا السعله ولا الصدر ناشف، صدر هذاك اللي يكون مريض كي يضربوا الريح، قلت لكم الطريقه كيفاش تستعملوها. هنا بعد ما حمصتو شوفوا اللون اللي تحصلت عليه، هذا اللون الذهبي. دوك نحطوه في صحن ونزيدو نحمصو لافارين. هنا نجيبو زوج مغارف تاع الفارينه ونحطوهم في المقله ونحمصوهم بنفس الطريقه تاع الجلجلان، ما نحبسوش التخلاط، علاش؟ باش ما تنحرقناش الفارينه ديالنا. هنا النصيحه الثانيه اللي نزيد نعطيها لكم، ما كاش اللي ما تحبش تخدم الشاميه في البيت، اي حلوه الترك. دونك هنا كي تكون عندكم الطحينه اللي هي المكون الاساسي في الشاميه، كي تكون موجوده في البيت وعلى بالكم كيفاش مخدومه بدون مواد حافظه، هنا يعني راح تسهل لكم المهمه وتخدموا الشاميه لوليداتكم في البيت. بالنسبه للشاميه اللي عندهم السعله بزاف سورتو دراري صغار،
ومام الكبارات يعني ننصح بها برك صحاب امراض السكري ما نقدرش نفتي لكم في هذا الامر اللي ما نعرفوش، ولكن كنصيحه جو بريفير ما تعطوها لهمش. واش ديروا؟ تحكموا كميه من الشاميه سورتو كي تكون مخدومه في البيت. واش ديروا لها؟ تزيدوا لها كميه من زيت الزيتون، كميه من القارص، حطوهم في دي بواط هكذا محكمين الغلق، ولا ديروهم كيما نقولوا حنا في كيسان، دير لهم فيلم اليمونتير، زيدوا لهم بابي الومنيوم، حطوهم في البلاكار واستعملوهم سورتو كي يمرضوا وليداتكم، راح يساعدوكم يساعدوكم بزاف هذه الوصفه. سورتو قلت لكم اللي يكون عنده السعله والسعله تاعو ناشفه البنات يعني جربوهم ودعوا لي. بالنسبه للوصفات الاولين قلت لكم تاخذوا 3 مغارف حتى 4 طحينه، زيدوا معاهم مغرف زيت الزيتون، زيدوا معاهم نص حبه قارص، خلطوهم بيا ياكلوهم اجان الصباح وما يشربوش مراهم الماء على الاقل مده 4 ساعه، ولا قبل ما يرقدوا ياكلوها ويرقدوا. ولا ديروا 4 مغارف تاني تاع الطحينه، ديروا معاها مغرفه عسل الحر سورتو لي ماشي مرض السكري، يعني ننصحكم بها بزاف. قلنا 4 مغارف تاع طحينه، مغرف تاع عسل الحر، نص حبه قارص، يعني راح تمد لكم نتيجه بزاف هايله. قلت لكم جربوها ودعوا لي. تحبوا مع هذه الوصفات ديروا واحد المغرفه تاع قهوه حليب معمره بيان تاع زعتر مرحي، ثاني راح تمد لكم نتيجه روعه. انا هذوما نخدم بهم بزاف في الدار سورتو في فصل الصيف للسعله، قلت لكم يعني السعله كيما نقولوا تروح همدن السعال تاعهم، والسدر هذاك الناشف ثاني راح يرطب وما شاء الله عليهم. بالنسبه للطبخ فاش تستعمل؟ تستعمل سورتو في المقبلات كيما الباذنجان المشوي، كيما كاين بزاف وصفات راح نديرها لكم بالطحينه ان شاء الله برك يا رب العالمين، كيما نقولوا ربي يعطينا الصحه وطول العمر وان شاء الله نفيدكم بزاف. بالنسبه للباذنجان نعرفوا نشوي الباذنجان، نديروا له الثوم المعدنوس ونديروا له زعما قيس زعما نقولوا نديروا 4 حبات باذنجان، نديروا فيها فنجان تاع طحينه، نميكسيوهم كامل في لاشواغ ولا في الروبو واش يكون موجود عندكم في البيت. من بعد نتبلوهم كي نحطوهم في الصحن، نديروا عليهم العكري، نديروا عليهم الكمون، زيت الزيتون، راح تتحصلوا على بنه ولا اروع. قلنا 4 حبات باذنجان، فنجان تاع الطحينه، 2 سنينات حتى 3 توم، الملح نرحو هادو مع بعضهم. من بعد كي نرحوهم نحطوهم في الصحن نزوقوهم بالعكري الكمون وزيت الزيتون والمعدنوس بيان سور هادوك اللي باش يكون المنظر تاعهم شباب. جربوا هاد الوصفه ثاني وادعوا لي. هنا عطيت لكم كيما نقولوا وصفه تاع الطحينه. ولما يستعمل ما يستعمل في الفول، الفول المدمس تاعهم سورتو المشرق، انا يعجبني الفول تاع السواره بزاف بزاف باسكو دقته، انا الحاجه اللي ندوقها اللي نحكم عليها. دونك هنا الفول ديالهم بزاف بزاف بنين بالطحينه، وباذن الله تعالى ندير لكم الوصفه تاعو في القناه. احنا البنات بعد ما اتحمصت لي لافارين اللي هي 2 مغارف، هذا هو اللون اللي لازم نتحصلوا عليه، دوك نحطها في الصحن ونجوزو باش نرحيوهم مع بعض. هنا البنات بعد ما حمصنا الجلجلان بهذا الشكل وزدت حمصت لافارين تاني بهذا الشكل هاوليك اللون اللي تحصلنا عليه، احنا جيبوا رحيوه تاع القهوه ولا اللي يكون موجود عندكم في البيت اللي يرحي لكم هاد الامور كيما الجلجلان كيما الفلفل كيما لي زيبيس. فوالا هذا هو، نحطوهم هنا بسم الله وهما سخونين، يعني ما نخلوش الجلجلان تاعنا يبرد. بسم الله هنا ديروا بالعقل، يعني الكاس راح يترحى لكم على دفعتين. احنا ندوزو نرحيوه، دوك تشوفوا القوام اللي لازم نتحصلوا عليه. بسم الله البنات للأمانة فقط ما عرفتش نستعمل الروبو ديالي ما فهمتش ونسيت ولا ما على باليش، ليسانسييل قلت لكم نحطوه بعد ما تغلقوه بيان ونبداو نرحيوه. احنا بعد ما رحيتو شوفوا القوام اللي لازم نتحصلوا عليه، هكذا يكون بودره ومازال نزيدو نرحيوه. نكمل الكميه الثانيه بهذا الشكل. هنا البنات كاين بزاف اللي ما يعرفش يستعمل هذا الروبو كيفاش يركبو كيفاش يغلقو وباش يولي يرحي. انا شخصيا يعني هاد المعلومه دوك تعلمتها. اول حاجه كيفاش نديرو قبل ما ندخلو هاد لاباراي هنايا، نغلقو عفوا اللقطه تاعنا نديرو هكذا، نغلقو قبل باش ندخلوه هنا في لاباراي باش يولي يرحي هكذا، ماشي تحطو هاديه ومن بعد تبداو تواسيو هكذا حتى يتكسرو لكم هاد السنين اللي هنايا
وماذا نفسدو الروبو. دونك هنا اللي وريتكم المعلومه اللي تعلمتها يعني دوكا برك. هنا بعد ما درت الجلجله نتاعنا المحمص هنا في الطاسه تاع البغا، هنا نحطوا عليه الفرينه. بسم الله نضلكم تشوفوا فيا هكذا، نحطوا عليه ونجيبوا البغا ميكسور. لازم يكون عندكم في هذه المرحله البغا ميكسور. دوك تشوفوا كيفاش راح نديروا باش نتحصلوا على طحينه شابه. احنا راهم سخونين يعني البنات، خدمت بهم مباشره باش يساعدوني منها يطلقوا الزيت تاعهم ومنها تجيني العمليه سهله. دونك احنا ما تخلوهمش حتى يبردوا، اذا بردوا عاودوا دفيوهم شويه. هذا هو السكر تاع الطحينه باش تخرج لكم بيان. هنا نجيب المغرفه بسم الله وندير ثلاثه مغارف تاع الزيت سونغو الزيت العادي. تحبوا تضيفوا زيت الزيتون هادشي يرجع لكم، يعني انا ما جربتهاش بزيت الزيتون، نتوما تحبوا تجربوا جربوا. اثنين ثلاثه هكذا بهذا الشكل. قلت لكم نجيبوا البغا ميكسور تاعنا ونبداو نرحيو فيها. بسم الله هذه الطريقه. دوك تنسجم لكم وتبدا تطلق في الزيت تاعها. دوك تشوفوا النتيجه اللي نتحصلوا عليها البنات. شوفوا البنات كيفاش تبدا تتخلط. شوف في الاول البغا ميكسور تاعكم يكون ثقيل، من بعد اون فوا اللي نسجموا المكونات راح يخفف. على هذه اللي نخدمه لازم نخدمه ونحبسه باش ما نحرقوش البغا ميكسور تاعنا. انا نكمل بهذه الطريقه وهي بغمي. ها ما تقدرش تهضري معاها. اي دوك نقول راني ندير في فيديو. هنا البنات بعد ما رحيتها القوام اللي تحصلت عليه ثقيل بزاف، باسكو نوعيه الفرينه عندها دور كبير في هذه الوصفه. دونك هنا راح نزيد زوج مغارف تاع الزيت بسم الله باش نخفف الطحينه تاعي. هذه المغرفه الاولى وهذه المغرفه الثانيه بهذا الشكل، ونستعمل يعني في الخلط بالبغا ميكسور. هاي اللي هنا بدا تخفف لي، نعرفوا باللي الطحينه تجي شويه ليكيد ماشي حاجه كبيره، مي تجي شويه ليكيد. شوفوا البنات هاي بدات تتخلط لي. نكمل هكا ودوك تشوفوا النتيجه اللي نتحصل عليها بعد ما نحطها في صحن التقديم. هنا بعد ما شفتوا معايا جميع المراحل تاع الطحينه، يعني النتيجه اللي تحصلنا عليها ما شاء الله شكلا ومذاقا والريحه ما كان لها نحكيو البنات. نوري لكم القوام ديالها. شوفوا البنات يعني كيما اللي نشريوها من برا. هنا لازم تخرج لكم بهذا القوام. علاش؟ باسكو كيما يقولوا لكل مقام مقال. اذا استعملناها كيما نقولوا حنا في مع الباذنجان راح نضيفوها بهذا الشكل، اذا استعملناها مع الفول راح نخفوها بالماء السخون والقارص. يعني راح تشوفوا الوصفه عندي في القناه. واذا استعملتوها يعني كعلاج يعني راح تزيد تتخفف بالليمون وزيت الزيتون. واذا استعملتوها في الشاميه لازم تكون بهذا القوام البنات. شوفوا يعني طحينه 100% كيما تاع المشره، ريحتها تحفه، بنتها تحفه، وشكلها ولا اروع. شوفوا ما من اللون تاعها، واش نقول لكم البنات جربوه ودعوا لي، يعني حاجه صنع منزلي ما شاء الله. نقول لكم جربوا الوصفه يعني باذن الله راح تحتاجوها سواء كدواء ولا في الطبخ ولا في يعني في الحلويات. الثاني عندهم حلويات يستعملوا فيها الطحينه المشرق العربي. يعني باذن الله تعالى الى طول ربي العمر راح نجيب لكم هذه الوصفات. قولكم اللي زار قناتي اول مره يدير لي جامي ابوني ويفعل الجرس فضلا وليس امرا. نقول لكم انتظروني في الفيديو الجاي. سلام سلام.